لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لعب البشير بير محمدية الذي يحتضن لقاء طويل ومواجهة مهمة عن الجولة 25 بالدوري الاحترافي الإنوي لقرار الجمع بعد قليل بين فريقي شباب المحمدية وفريق الوداد الرياضي البيضاوي، مباراة بطموحات متباينة. المستضيف يسعى للرفع من أسهمه في البقاء والضيف الاقتراب أكثر من درع الدوري واحتفاظ باللقب. أمامنا حضور جماهيري كبير، جماهير الوداد. أهداف من كرة ثابتة جلال الدولي، تعبت كرة مباشرة فرصة، تدخل الحارس سفيان مرحو في المكان المناسب، تسديدة قوية لجلال الدولي. أول تدخل كل الملفين تشاف كرة عند رضا الجعدي، الخطورة ترفعت كرة وتدخل الحارس سفيان مرحو. بوليسابو جونيور، هناك تدخل، هناك مطالبة بالخطأ، الحكم كيقول ما كاينش هناك خطأ. في الوقت اللي المهاجم عسيري غني مازال سقف ارضيه الميدان، هو اخراج الكره خارج ارضيه الحسين بن عياد، غيبحث على التمريره داخل منطقه الجزاء، تعبت كره بالفعل، عملوا فرصه ومرة جانبا، كره تمر جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس سفيان مرة. الان دخول داخل منطقه الجزاء، رفعت الكره، سامبو جونيور ثقه كيلعب كره بالراس، تدخل الحارس سفيان مرحو، فرصه ومحاوله وتهديد كلاعب رسمي، فهذا كيبين بان هذه فرصه خروج الحارس سفيان مرحو، هذا كيبين بان امين رضا الجعدي فرصه لفريق الوداد. سامبو تسديده، فرصه هدف اول للهداف بوليسامبو جونيور، المهاجم السنغالي بتسديده قويه لا تصد ولا ترد، يقول انا هنا، انا هداف الدوري الاحترافي، انا هداف فريق الوداد. بوليسامبو جونيور 19 دقيقه يتمكن من زيارة شباك الحارس سفيان مرحو أمام نازفين فان دين بروك لأول هدف تحت قيادته بهدوء. كان سقوط يا سيدي المورا، الحكم يقول لك شنو الخطأ، وخروج الحارس يوسف المطيع. ونجم كيمرر لرضا الجعدي، فرصة خطيرة، بوليسامبو جونيور كان تدخل وبالتالي كان ضيع هذه المحاولة، كيتمكن من استرجاعها ولكن هناك تغطية. كرة من الحارس سفيان مرحو، الرأسية تعبات الكرة دائرية داخل منطقة الجزاء، فرصة رأسية، كانت الرأسية ديال أمين أبو الفتح، الكرة كتمشي خوب، هذه فرصة للفريق الوداد من الجهة اليمنى، تمريرة وتدخل الحارس سفيان مرحو في المكان الذي تلاحظنا السرعة ديال محمد بونجم على مستوى الجهة اليمنى. تمريرة والمراوغات ديال سيف الدين، طلعت الكرة فرصة، ايوب العملود كان بامكانه وضع الكره في الشباك، اعتقد بان الكره لبست المدافع عبد الحق عسال وتحولت للزاويه، هذه تنفذت الزاويه، تلعبت كره دائريه، تدخل الحارس سفيان مرحو. جوج اللاعبين ديال فريق الشباب المحمدي في الوقت تبادل المحاوله من الجهه اليسرى، الكره خارج ارضيه الملعب، ضربه مرمى لفائده فريق محمد اونجم لمؤيد اللافي، هذه فرصه 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 فرصه، سيف الدين مورا يتمكن من وضع الكره في الشباك، هدف ثاني لفائده فريق الوداد بطريقه ممتازه وبذكاء كبير من سيف الدين مورا، يضع كره في شباك الحارس سفيان مرحو، هدف اللي كيجي امام فريق سابق لاعبي ديال فريق الوداد. رضا الجعدي تسديده قويه، فرصه، تدخل الحارس مشات مباشره للمرمى، تدخل الحارس اليسرى، تعبات الكره بعيده خارج ارضيه الميدان، ومرة اخرى امين ابو الفتح يسقط في ارضيه الميدان، هذه محاوله، هدف ضد المرمى لفائده فريق الشباب المحمدي الذي يتمكن من وصول لشباك الحارس يوسف المطيع بهدف وبخطا على مستوى دفاع فريق الوداد. اذا هدف اول من فريق الشباب المحمدي، نتابعوا هذه المحاوله، لاحظوا الكره دخول داخل منطقه الجزاء، فرصه، بوليسامبو جونيور ما كانش امام المرمى، وبالتالي الكره كتخرج بعد تدخل الدفاع اللي كيبعد الكره. بوليسامبو جونيور، جلال الدولي رفعت الكره، الراسيه كان المتابعه لامين ابو الفتح، الحكم كيمنح خطا لفائده فريق الشباب المحمديه. تسديده، لاحظوا يعني كان تقدم ديال الحارس سفيان مرحو، تدخل وابعاد الكره، نبدا تسوي بسرعه، ونجم دخول داخل منطقه، فرصه فرصه
كانت خطوره كيبحث على رفع كره داخل منطقه الجزاء بالفعل خروج حارس خروج حارس مطيع وخطا ديال يوسف مطيع خطا ديال يوسف مطيع على مستوى التقاط الكره كان بامكان تبدا المواجهه ستبدا المنافسه بين الفريقين كل فريق سيسعى للظفر بالنقاط الثلاث وتحقيق الفوز والانتصار في هذه الجوله كما ذكرت الجوله رقم 25 التي كانت قد انطلقت يوم الخميس الماضي بمواجهه اولمبيك اسفي المغرب الرياضي التطواني اللقاء الذي انتهى بفوز المغرب الرياضي التطواني عن العرضيه من رضا سليم عادت الكره لجي مرة إمكانية التصويب التسديد كان قريبا لكن الحكم رفع الراية كان متسللا في اللقطة الماضية الجيش الملكي إمكانية التسجيل تدخل من الدفاع الكرة خرجت ركنية لفائدة ولمصلحة الجيش الأخضر من الحكمة تنفيذ الكرة تعود من جديد مفيد محمد مفيد كرة طويلة من مفيد البحث عن تألق بورغيس مونتيرو وحاتم السوابي الفرصة متواصلة الوصول واللحق بالكرة حمزة الفرق الجيش الملكي إيمانويل الرواندي إيمانويل جول في الدقيقة 25 ضربة رأسية من العليد من الكابيتانو ربيع حريمات لا تخطئ الشباك هدف الأسبقية وهدف التقدم للجيش الملكي ينجحون بعد بحث طويل وبعد عدد من الفرص كرة طويلة دائما لشباب السولم الرياضي خروج ايوب لكرد في الوقت المناسب ابعاد الخطر فرصة لشباب السولم الرياضي التدخل وابعاد الكرة من محمد مفيد خالد سيبحث عن لحسن دحدوح فرصة تسديد جول 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 هدف التعادل لشباب السولم الرياضي في الدقيقة 36 ينجح أبناء حد السولم في تعديل النتيجة وفي الوصول لمرمى الحارس أيوب لكرد أعتقد لحسن دحدوح هو الذي تمكن من هدي المتألق موهوب تسديدة بعيدة كل البعد ركنية للجيش الملكي تنفذ الركنية البحث عن السبعوني هل سينجح السبعوني وصلت لحدراف العرضية من عبد الفتاح حارس المرمى هشام العلوش الحكم يعطي الكرة تفتك حريمات التسديد الهدف الثاني للجيش الملكي في الوقت المحتسب كبدل ضائع ينجح الفريق في اقتناص هدف التقدم هدف الأسبقية من جديد للجيش الملكي في مقابلة اليوم